السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبادرة الأمن والأمان من جامعة النجاح في فلسطين مبادرة كويسة جدا، فيها معلومات كتيرة جدا احنا محتاجينها على أساس يبقى عندنا وعي بمخاطر التكنولوجيا وازاي ان احنا نحمي أنفسنا ونحمي أطفالنا من خطر التكنولوجيا. التكنولوجيا حاجة جميلة جدا لكن ليها أضرار، زي ما الوردة نفسها ليها شوك وممكن الشوك يجرحنا، فالذكاء الصناعي، التكنولوجيا، الانترنت، كل واحدة من دول فيها المشاكل بتاعتها. فازاي ان احنا نحمي نفسنا من التنمر والابتزاز والإساءة في مواقع التواصل الاجتماعي. الموقع فيه حاجات كتير جدا مشروعة، في فيديوهات، في أنشطة الأطفال، في مثلا حاجة جميلة جدا اللي هو دليلك لوقاية أبنائك من مخاطر الانترنت، وازاي ان احنا يبقى الانترنت بتاعنا آمن، وازاي لو حصل تنمر نبلغ عنه، لو في اي صورة سيئة نبلغ عنها، لو حد استغل صورنا بشكل خاطئ ازاي ان احنا نقدر ان احنا نحذفها، ازاي نخلي في بيئة آمنة في الانترنت. فما شاء الله في حاجات كتير كويسة جدا. دي تعريف بالمبادرة وازاي ان انت ممكن تتطوع بيها. دي ارشادات للاطفال، للشباب، لاولياء الامور، للمعلمين، الادمان على الانترنت، ازاي ان احنا نعمل فلترة في الالعاب زي الاكس بوكس والبلاي ستيشن. دي ملفات توعية، المصطلحات الموجودة وانشطة مقترحة للمعلمين، في انشطة كتير جدا، هي حقائق وارقام، فيديوهات، مصطلحات، وفي العادة الافتراضية بحيث ان انت تقدر تتواصل لو في اي مشكلة يقدروا ان هم يتعاونوا معاك في حل المشكلة دي. فهنا في نصايح عشان ان هم يحافظوا على نفسهم، زي مثلا ما هنشاركش اي معلومات شخصيه، ما هنشاركش تليفونات، ما نشاركش صور، ما نشاركش حاجه غير لما نكون ممكن على مستوى الاهل، يعني قدر الامكان ما تشاركش اي معلومات لان في ناس كتير بتستخدم بشكل سيء. حاول نتجنب المواقع السيئه، الالعاب العنيفه، ما نحملش اي العاب او برامج من مصادر غير موثوق بيها.